شيخنا. تسأل أختنا كذلك أنوار عن السن الواجبة للحجاب، حجاب المرأة. السن الواجب لحجاب الفتاة هو سن البلوغ، فإذا بلغت الفتاة وجب أن تتحجب، وهذا بالإجماع. وقد تبلغ الفتاة وعمرها 9 سنين أو 10 سنين، فلا يصح أن نقول أنها لا تزال صغيرة لأن لا زالت عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات كما يفعل بعض الآباء والأمهات. لا يجوز يا أخي، هي الآن بالغة، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام في رمضان، يجب عليها أن تتحجب، بل إنه ينبغي تعويد الفتاة على الحجاب حتى وهي بنت 7 سنين. جميل. كم يعجبني والله يا أخي حينما أذهب حتى لبعض بلاد الأقليات المسلمة، في بلاد تجد أنها يعني تنتشر فيها الفوضى والإباحية بشكل عجيب، تجد هؤلاء الفتيات المسلمات في عمر الزهور عمرها 6 سنوات و5 سنوات و7 سنوات وهذا الحجاب يجمل وجهها ورأسها، تسر والله وتسر صدرك حينما ترى مثل هذا. وتأكد يا أخي أن إذا تعودت عليها وهي بنت على الحجاب بنت 5 سنين و6 سنين تتالفه وتتمسك به إذا بلغت، لا يمكن أن تتنازل عنه بحال من الأحوال. فما أجمل أن تعود الفتاة على هذا على الأقل من سن السابعة حينما تبلغ سن التمييز. لكن نحن نتكلم عن الوجوب، يعني هل تأثم الفتاة التي عمرها 7 سنين أو 8 سنين إذا لم تتحجب؟ نقول لا، لا تأثم لأنها غير بالغة، إلى الآن لم يجري عليها قلم التكليف. لكن لا شك يؤمر والدها بتعويده على ذلك حتى إذا بلغت في 9 أو 10 أو 11 أو أكثر تكون قد عرفت هذا الحجاب وأحبته وأدركت أهميته، كما أمر الله سبحانه وتعالى الأولياء بتكليف أبنائهم وبناتهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، مع أن الصلاة لا تجب عليهم إلا بعد أن يبلغوا 15 من العمر أو يعني ربما يبلغ قبل ذلك، إحنا الغالب سن البلوغ يعني بإجماع العلماء أنها غير واجبة على الطفل، ولو يعني ترك الصلاة ابن 7 أو 8 أو 9 فإن لا يمكن أن يؤثمه، لكن يؤثم أباه وأمه لماذا لم يأمره. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، لأجل تعويدهم يا أخي على الصلاة حتى يلفوها، لأن الصلاة لمن يفعلها أول مرة ويواظب عليها شاقة، هي 5 مرات يوميا إلى أن يموت، فتحتاج إلى مران ومراس وترويض وتعويد للنفس. ولهذا سبحان الله يؤمر بها وهو ابن 7 سنوات، كما أن أمره بذلك يا أخي سيحصل به أجرا عظيما، لأن الطفل المميز يؤجر على الأعمال الصالحة ما دام مميزا، فأنت أيضا تحسن إليه بالأجر العظيم الذي يسجل في صحائف حسناته، ولك أنت أيها الأب والأم مثل أجره لأنك الدال عليه والمعين عليه.